افتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية وعبد المجيد صقر محافظ السويس مسجد المصطفى بمدينة الملك عبدالله بحي عتاقة على مساحة 1000 متر وبجهود ذاتية بلغت 5 ملايين جنيه. وقد أدى وزير الأوقاف ومرافقوه صلاة الجمعة داخل المسجد. افتتاح 5 مساجد جديدة بمحافظة السويس بمناسبة عيدها القومي في حضور وزير الأوقاف ومحافظ السويس ولفيف من القيادات الدينية والتنفيذية دلالة ولا أقوى على بناء وتعمير الدولة المصرية في المساجد على مستوى محافظات الجمهورية. ده المسجد رقم 383. الحقيقة أهم بقى من العدد الدلالة. أي حد الآن يشهد ده مسجد بمعنى كلمة مسجد جامع. فالدولة عندما تبني المدن المتكاملة بمساجدها بمستشفياتها بمدارسها بمرافقها. وده الفرق بين عمل الدولة وبين ما تريد الدولة أن تتخلص منه مما كان قديما المناطق الخطأ المناطق العشوائية. أنت بتنهي على زمن سادت فيه العشوائيات في كثير من الأمور بما فيها بناء الزوايا الصغيرة على الطرقات تحت الكباري، فتستبدل بكل زاوية مسجدا جامعا. إحنا طريق السويس وإحنا بنطوره وإحنا بنبنيه كان في مسار كوبري اتعمل الكوبري فعلا، ومش قادرين نفتتح الكوبري لأن في زاوية لا تسع أكتر من 10-15 واحد في السكة والناس خايفة تقرب منها. هديناها وبنينا في المقابل ليها داخل الموقف اللي هو مقابل ليها الناحية التانية مسجد جامع محترم. خدم مين بقى؟ خدم السواقين بالكامل بتوع الميكروباصات وبتوع البيجوهات وبتوع الاتوبيسات اللي هي الخطوط بتاعت الدولة اللي موجودة، خدم الرواد اللي هم رايحين يركبوا، خدم الناس كلها. وفي ذكرى انتصارات أبنائها على العدوان الإسرائيلي عام 1973 تأتي افتتاحات المساجد الجديدة على أرض محافظة السويس لتكون إثباتا أن مصر أرض آلاف المآذن على مدار السنين. المسجد بيتعمل لخدمة المصلين وخدمة المواطنين، يعني مسجد بينشأ في مدينة سكنية تقدر المدينة السكنية تستفيد بخدمات المساجد وليست الزوايا المتناثرة اللي محدش بيعرف هي أهدافها إيه اللي موجودة فيها. 6 مساجد تم افتتاحهم اليوم، منهم 5، في منهم 3 على نفقة وزارة الأوقاف بتكلفة تقدر بأكثر من 11 مليون جنيه، وفي أيضا مساجد بالجهود الذاتية برضو منهم المسجد اللي كنا فيه النهاردة بالجهود الذاتية. عندنا أقل مسجد في هذه المساجد مساحة 300 متر. افتتاح وراء افتتاح وخطبة جمعة تلاها جمعة ليؤكد في ختامها أن تقوية الدولة الوطنية فرض عين على كل وطني شريف. من محافظة السويس وليد هيكل، التلفزيون المصري.